أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من النفط والطاقة. أنا ميساء القلة، وفي أبرز عناوين هذا الأسبوع نتابع: صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الدول المنتجة للنفط، وفيتش تلمح إلى خفض التصنيفات في حال عدم تعافي الأسعار. أبو ظبي تمنح قروضا بقيمة 57 مليون دولار لتمويل 5 مشاريع للطاقة المتجددة. والعراق يضخ أكبر إنتاج نفطي على الإطلاق عند مستوى 4 ملايين برميل يوميا. أهلا بكم. خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي خلال عام 2015 في الدول المصدرة للنفط ومن بينها السعودية، وقلص الصندوق توقعه لنمو الناتج المحلي الإجمالي في نيجيريا أكبر دولة منتجة للنفط في القارة الإفريقية إلى 4.8% مقارنة مع 7.3%، وخفض الصندوق توقعه لنمو الاقتصاد السعودي، إذ يقدر نمو الإنتاج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% خلال العام الحالي و 2.7% خلال عام 2016. الصندوق أيضا أشار إلى أن روسيا معرضة لركود عميق، حيث يتوقع انكماشها بنسبة 3% هذا العام وبنسبة 1% خلال العام القادم. في المقابل، قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن الدول المنتجة للنفط ستضطر إلى تخفيض عمليات الإنفاق في الميزانية فضلا عن المشاريع الكبرى ولو بشكل تدريجي. وأوضحت فيتش بأن تراجع الإنفاق في دول الوفرة النفطية سيؤدي إلى خفض تصنيف دول منتجة للنفط في حالة عدم تعافي سعر الخام. وأشارت الوكالة إلى أن الشركات التي تقوم بإنتاج النفط الصخري عليها أن تتحلى بكثير من المرونة بسبب ارتفاع حجم إنتاج النفط الصخري في ظل انخفاض أسعار النفط. تبرز أهمية الاستثمار في الطاقة النظيفة يوما بعد يوم، وقد تطرقت القمة العالمية لطاقة المستقبل التي استضافتها أبوظبي إلى مدى أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة والتركيز على ذلك في ظل تراجع أسعار النفط الحالية. الطاقة المتجددة تستمر في جذب أنظار العالم وإثبات أنها الخيار الأأمن والأنظف، فمع تذبذب أسعار النفط وتأثيره على الاقتصادات العالمية ومن ثم حجم الاستثمارات المتوجهة لقطاع الطاقة المتجددة، تقتنص بعض الدول الفرصة من هذا التذبذب لزيادة الاستثمار في القطاع. يتعين علينا أن نتخذ موقفا إيجابيا من الطاقة الشمسية، فالمكاسب الاقتصادية المتحققة من تراجع أسعار النفط يجب أن يعاد استثمارها في تحسين الكفاءة الطاقية والطاقات البديلة. وقد شددت الإمارات من خلال فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل التي أقيمت في أبوظبي على أن وضع قطاع الطاقة المتصلة ببعضه تجاوز المرحلة التي تؤثر فيها أسعار النفط على مصير الطاقة النظيفة، ويرجع ذلك إلى ارتقاء الطاقة المتجددة من خيار بديل باهظ الثمن إلى تكنولوجيا تنافسية. فقد ارتفعت الاستثمارات في الطاقة النظيفة في الدولة بنسبة 16% في الأشهر الاثنتي عشر الأخيرة إلى 310 مليار دولار، فيما تعززت منشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لوحدها بنسبة 26%، وباتت تنتج على مستوى العالم 100,000 ميجاوات، مستفيدة من الظروف التي تعتبرها بعض الدول تحديات تقف عائقا أمام القطاع. التحدي الوحيد الذي نواجهه هو التكلفة الرأسمالية التي تعتبر لحسن الحظ منخفضة في منطقتنا، فكلما قلت التكلفة الرأسمالية ازداد عدد ألواح الطاقة الشمسية المركبة، والإرادة السياسية للحكومات هي المحرك الأساسي وراء هذا التغيير نحو الطاقة الشمسية. وبمعزل عن أسعار النفط، ستواصل الطاقة الشمسية نموها، وبحلول 2050 فإن 40% من طاقة العالم ستأتي من الشمس ومن البطاريات. استخدام الطاقة النظيفة لم يعد من قبيل الرفاهية الاجتماعية، بل أصبح ضرورة ملحة من ضروريات التنمية المعاصرة، والخطوات التي يتخذها العالم اليوم تجاه الطاقة النظيفة من أجل مستقبل أفضل للبشرية كلها.
هذا وقال وزير الطاقة البحريني عبد الحسين ميرزا على هامش القمة العالمية للطاقة المستقبل إن النفط الصخري سلعة استراتيجية بالنسبة لبعض الدول التي ستبذل كل جهودها لتقليل كلفة الإنتاج، كما أكد بأن أسعار النفط ستعود للارتفاع مرة أخرى على المدى الطويل. هو النفط الصخري ما ينتهي يعني إنتاجه، لأن ويعتمد يعني في حقول للنفط الصخري كلفة الإنتاج فيها يمكن 40 دولار مثل ما قلت، وفي حقول أخرى 80 دولار. فإذا في الحالة إذا 80 دولار الكلفة، كل ما قل سعر النفط أقل من 80 دولار يبتدي يأثر عليه على المنتجين، لأن ما يقدرون يتحملون أن هم يصرفون 80 دولار بينما يبيعون كل برميل 40 دولار، فبيكون خسارة كبيرة لهم. في حالة إذا كلفة الإنتاج فقط 40، يعني لا 40 يتحملون هم، بس إذا أقل من 40 بالطبع، يعني في بعض البضائع هي بضائع استراتيجية، والنفط الصخري لبعض الدول أصبحت يعني سلعة استراتيجية مثل أمريكا وكندا، فلذلك ما بيستغنون عن النفط الصخري، يعني كلفة الإنتاج راح يقللونها، فيحاولون بالتقنية الحديثة أن يقللون كلفة الإنتاج. دول الخليج بما فيها دولة البحرين مرت بيعني تاريخ في انخفاض وارتفاع للأسعار، فابتدت يعني تتأقلم مع الوضع، وعلى المدى الطويل مهما نزل سعر النفط نور راح بيرتفع، يعني بيبتدي بالارتفاع يعني. فلذلك الدول اللي مرت بتجارب كيفية التعامل مع الفترة اللي يكون فيها انخفاض تقدر تتأقلم، والتأقلم يكون مثلا بترشيد الإنفاق أو بأمور أخرى، زيادة الإيرادات، فيعرفون كيف يتعاملون. هذا وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وصندوق أبوظبي للتنمية عن تقديم قروض ميسرة بقيمة 57 مليون دولار لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الأرجنتين وإيران وكوبا وموريتانيا وجزر سانت فينسنت وغريناديناس، وستؤمن المشاريع التيار الكهربائي ل 280 ألف شخص في مناطق ريفية ونائية في الدول الخمس. ويقدم صندوق أبوظبي للتنمية التابع لحكومة الإمارة هذه القروض في إطار تعهده بموجب اتفاق مع الوكالة المعروفة اختصارا بإيرينا، يقدم قروض ميسرة بقيمة 350 مليون دولار على مدى 7 سنوات لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية. وفي مقابلة خاصة مع سي ام بي سي عربية، أكد المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية محمد السويدي على جدية وعزم الصندوق في دعم هذا النوع من المشاريع في الدول العربية. نعم، نحن اليوم متواجدين في هذا المعرض لأهميته بالنسبة لنا كصندوق أبوظبي للتنمية. نحن طبعا كان عندنا مبادرة سابقة التزمنا فيها ب 350 مليون دولار لدعم وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة مستمرة على فترة 7 سنوات. اليوم نلتقي بعدة شركاء. أهمية هذا المعرض أن الكثير من الدول تزوره، الكثير من الشركات متواجدة وبالذات في الطاقة المتجددة. تحدثت قبل قليل عن حوالي 50 مليون دولار، إلى أين سوف تتجه هذا المبلغ أو هذا الحجم من الأموال؟ نحن نتعاون مع أيرينا في اختيار مشاريع الطاقة المتجددة بحيث أن نضمن فعالية وتأثير هذه المشاريع على الدول المستفيدة. بدأنا مع أيرينا قبل سنة المرحلة الأولى، والآن نحن بصدد اختيار مشاريع الدورة الثانية. هل هنالك أي نية لزيادة هذه المبالغ؟ نحن بجانب هذا الالتزام أيضا الصندوق يمول مشاريع بشكل طبيعي، أي بمعنى أن الدول إذا كانت عندها مشاريع في مجال الطاقة المتجددة أو أي مشاريع أخرى تستطيع بجانب هذه 350 أن تلجأ للصندوق للتمويل. طيب سيد محمد، لو تحدثنا أبرز الفرص الموجودة في مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية بشكل عام. هو اليوم الطاقة المتجددة حلت الكثير من التحديات اللي تواجه الدول النامية، كثير من القرى كانت تصعب توفير الطاقة لها بسبب بعدها عن الشبكات القومية، فشكلت هذه المشاريع للأمانة حل لمساعدة تلك الدول على مواجهة هذه التحديات. طيب ما مدى إقبال الدول العربية
لمساعدات الصندوق في الوطن العربي من خصوصا من الدول النامية؟ يعني علاقتنا مع كل الدول العربية قديمة تبدأ من السبعينات، ونحن مستمرون في دعم أشقائنا العرب. هناك عدة برامج للوطن العربي بشكل عام، وأيضا يستفيدون كأي دولة من مشاريع الصندوق بشكل طبيعي ومستمر. سيد محمد، ما هي أبرز التحديات لمشاريع الطاقة المتجددة؟ طبعا اليوم إذا تحدثنا عن انخفاض النفط هذا يشكل تحدي، لكن مثل ما أشرت سابقا الآن الطاقة المتجددة أصبحت من أفضل الحلول بالذات للقرى الصغيرة البعيدة عن مركز المدن. ما مدى ارتباط أسعار النفط وتأثيراته على الطاقة المتجددة ومشاريعها بشكل عام؟ اليوم ما صارت مرتبطة بالشكل الكبير كما كانت في السابق، اليوم صارت أقل طبعا لأن هذه تكلفة هذه المشاريع صارت أقل، جودة هذه المشاريع أصبحت أفضل، وأصبحت هي تشكل الحل الرئيسي للشبكات الطاقة. هذا وأشار مدير الإدارة الاستراتيجية في إيرانا محمد الفرنواني في مقابلة مع CNBC عربية إلى عدم وجود علاقة قوية بين أسعار النفط العالمية وكلفة مشاريع الطاقة المتجددة، والتي توقع بأن تستمر في الانخفاض نتيجة التطور التكنولوجي المستخدم في تلك المشاريع. انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة لا سيما مع انخفاض أسعار الطاقة التقليدية وزيادة أسعار الطاقة عالميا لن يؤثر في المستقبل على أسعار الطاقة المتجددة، وستظل الطاقة المتجددة في انخفاض خلال السنوات القادمة. نسبة الانخفاض هل هي موازية لانخفاضات أسعار النفط العالمية؟ وما مدى ارتباط المشاريع وتكلفة المشاريع في الطاقة المتجددة بأسعار النفط العالمية؟ لا، هناك طبعا انخفاض وستظل تشهد انخفاض الطاقة المتجددة مع زيادة التكنولوجيا وزيادة تطور التكنولوجيا الطاقة المتجددة. وخلال الاجتماعات التي انتهت مساء أمس رأينا العديد من المشروعات التي تشارك فيها آيرينا مع عدد من الدول الأعضاء، منها مثلا صندوق أبو ظبي للتنمية، وكان في مشروعات وصلت ل 57 مليون دولار تم تقديمها لعدد من الدول من ضمنها إيران والأرجنتين وكوبا وسان فينسنت والجرينادينز وموريتانيا. وستشهد هذه المشروعات ستبدأ هذه المشروعات خلال الأشهر القادمة بإجمالي 57 مليون دولار زي ما قلت لك. دعنا نتحدث الآن عن مشاريع آيرينا، لو سمحت تعطينا لمحة عن مشاريع آيرينا وأبرز هذه المشاريع. مشاريع آيرينا هي التعامل مساعدة الدول الأعضاء على زيادة قدرات في مجالات الطاقة المتجددة، مساعدة الدول الأعضاء اللي هم 150 دولة، والتعامل مع القطاع الخاص في زيادة أو رسم السياسات المناسبة لمجال الطاقة المتجددة، ومساعدة الدول على تطوير التشريعات المساهمة والجاذبة للاستثمارات من الدول المتقدمة ومن المستثمرين إلى الدول النامية، ومنها مثلا مشروع ممر الطاقة النظيفة في أفريقيا والذي نتعاون فيه مع الأمم المتحدة، ومشروع الدول الجزر والذي نتعاون فيه أيضا مع الأمم المتحدة لتنمية الطاقة المتجددة في الدول الجزرية. طيب برأيك ما هي أبرز التحديات التي تواجهها مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة بشكل عام وخصوصا في البلدان النامية؟ يعني إقناع الدول النامية والدول بصفة عامة أن الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة المتجددة سيشهد مستقبلا طفرة وسيكون له عائد مجدي أكثر من الطاقات التقليدية. بعد الفاصل في النفط والطاقة، تراجع النفط يخفض تكلفة دعم الوقود في مصر. أشار الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد الطاير في لقاء خاص مع CNBC عربية إلى إطلاق مشروع مشترك مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز المليار و200 مليون درهم وبإنتاجية تصل إلى 200 ميجاوات، موضحا بأن نسبة الهيئة في هذا المشروع تبلغ نحو 51%. يعتبر من أكبر المشاريع في العالم ذا المنتج المستقل، مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام،
سوف تخلق شركة محدودة ليميتد لايبيليتي كومباني بشراكة مع هيئة كهرباء مياه دبي في حدود 51% للهيئة، والطرف الآخر في حدود حوالي 49%. الهيئة سوف تضمن شراء الطاقة المنتجة من المشروع لمدة 25 سنة. طبعا السعر تقريبا الأرخص عالميا. دبي أصبحت اليوم إندكس بالنسبة لهذا السعر حقيقة، والسعر طبعا ينافس أسعار الغاز الحالية أو أسعار تكلفة الإنتاج، لأن حقيقة الأسعار الغاز الحالية نحن عارفين تتفاوت. إذا كان الغاز المسال سعره من 9 دولار إلى 15 دولار يعني. طبعا حجم الإنتاج في حدود حوالي 200 ميجا وات، وحجم الاستثمار في حدود حوالي 1.2 مليار درهم. ما هو اتجاه ديوا نحو الطاقة المتجددة؟ هل هناك استثمارات في هذا المجال وما هي آخر المشاريع؟ طبعا بالنسبة لديوا عندنا سياسة، أهم شيء عندنا أمن الطاقة وكفاءة الطاقة، تخفيض المبعثات الغازية. عندنا خطة طبعا بحلول عام 2020 بيكون هناك تخفيض في حدود حوالي 16%. المشروع هذا حقيقة بيخفض حوالي 250 ألف طن سنويا من غاز ثاني أكسيد الكربون CO2. وطبعا خططنا المستقبلية السعي نحو طبعا الطاقة المتجددة، وبحلول عام 2030 بيكون هناك تقريبا 5%، واحتمال ان نراجع نسبة هاي حقيقة في طبعا مرحلة من المراحل اللي هي ان اسعار الطاقة الشمسية طبعا تنخفض. والشيء الآخر نحن مركزين في الوقت الحالي على الأبنية الخضراء، وعلى تم تأسيس طبعا شركة الاتحاد إسكو، وهي شركة طبعا بتتعاون مع القطاع العام والقطاع الخاص لتأهيل المباني القديمة. أعلن العراق بأنه يضخ حاليا أكبر إنتاج نفطي على الإطلاق عند مستوى 4 ملايين برميل يوميا طبقا لوزير النفط عادل عبد المهدي. ومن جانب آخر قال وزير الطاقة التركي تانار يالدز إن نحو 450 ألف برميل يوميا من النفط العراقي تتدفق حاليا على مرفأ جيهان التركي على البحر المتوسط، مشيرا إلى وجود اتفاق مع بغداد للوصول إلى مستوى 550 ألف برميل يوميا. بلغت تكلفة دعم الوقود في مصر 45 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية 2014-2015، وهو ما يعني انخفاضا بنسبة 30% عن النصف المقابل. وكان دعم الوقود خلال النصف الأول من 2013-2014 قد بلغ 64 مليار و500 مليون جنيه. ورفعت مصر أسعار الطاقة للمواطنين والمصانع خلال يوليو تموز الماضي بأكثر من 70% لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الحالية. هذا وبلغ دعم المواد البترولية في مصر خلال السنة المالية 2013-2014 نحو 126 مليار جنيه مقارنة مع 128 مليار جنيه خلال السنة السابقة. تعمل المملكة العربية السعودية حاليا على استخدام الطاقة النووية والمتجددة من أجل تحلية المياه وتوليد الكهرباء، وتعتبر هذه المصادر هي الخيار الأنسب لتقليل استهلاك النفط. وتشير المصادر الصحفية إلى نية المملكة بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم خلال عامين من الآن. وتكمن أهمية استخدام الطاقة المتجددة في كونها تساعد على الحد من الاستهلاك الكبير للنفط محليا. التقرير التالي يسلط الضوء على أهمية استخدام الطاقة المتجددة في السعودية في تحلية المياه وتوليد الطاقة.
تعتمد السعودية على الوقود الأحفوري في تحلية مياه البحر بشكل كبير، إذ تستهلك محطات التحلية في البلاد 1.5 مليون برميل من النفط يومياً. ومع النمو السكاني أصبح البحث عن مصادر جديدة لتحلية المياه أمراً ضرورياً للحكومة السعودية. الاعتماد على الطاقة المتجددة هو الخيار الأفضل نظراً لتكلفتها المنخفضة، وهو ما يساعد في الحفاظ على الموارد البترولية لتصديرها والاستفادة من عوائدها. في السابق قبل 40 سنة كنا ننتج قرابة 300 متر مكعب يومياً، 300 متر مكعب يومياً، والآن ننتج ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه من تحلية المياه. هذه النقلة النوعية الكبيرة جدا صاحبت نمو كبير في قطاع تحلية المياه، سواء كان في المؤسسة أو في القطاعات الاستثمارية المصاحبة لها من القطاع الخاص. محطات المؤسسة العامة لتحت المياه المالحة والمحطات القطاع الخاص منتشرة على سواحل المملكة العربية السعودية الساحل الشرقي والغربي تجاوزت 30 محطة. توليد الطاقة الكهربائية المتنامي هو أيضا يستهلك موارد النفط في السعودية بشكل كبير، خاصة مع نمو الطلب على الطاقة في البلاد والبالغ نحو 8% سنويا. الجهات المعنية أكدت بأنها تتجه للاعتماد على توليد الطاقة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وعلى رأسها طاقة الشمس والطاقة النووية، وذلك لتلبية احتياجات المملكة من الطاقة في ظل إنتاج حالي يقارب 63 جيجاوات. تنتهج المملكة الآن سياسة تنويع مصادر الطاقة الأولية، فكما تعلمون أننا لا نزال نعتمد بشكل رئيسي على سوائل النفط وكذلك الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، والتوجه الآن لتضمين كافة الخيارات الممكنة وعلى رأسها الطاقة المتجددة والطاقة النووية. ولهذا الغرض كما تعرفون انشأت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة من أجل وضع سياسة وطنية للتوسع في هذه المجالات. وتعتزم السعودية التحول الكامل نحو استخدام طاقة نظيفة في تحلية مياه البحر، وذلك بعد نحو 10 سنوات من الآن، كما يتم التخطيط لتشييد عدد من المفاعلات النووية لتوليد الكهرباء في البلاد. عطل الشمري، CNBC عربية، الرياض. وحول تحديات تحلية المياه في المملكة العربية السعودية ينضم إلي من جدة الخبير في المياه المهندس عبد العزيز عمر نصيف، مدير عام فرع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمنطقة الغربية سابقا. أهلا بك معنا مهندس عبد العزيز. اليوم نتحدث عن إنشاء أكبر محطة لتحلية المياه في العالم بالطاقة الشمسية بالخفجي لإنتاج حدود أكثر من 300,000 متر مكعب من المياه المحلاة. مهندس عبد العزيز، برأيك هذه المشاريع هل ستكون داعمة بالفعل يعني ربما بتوفير الكميات التي يحتاجها المستهلك الفرد بالمملكة، وما هي المدة يعني التي يمكن أن نرى فيها تطبيق مثل هذه المشاريع؟ أي مشروع جديد من نوع جديد بياخد وقت حتى يستكمل، حتى يتطور، حتى يتسع المجال. إذا ما يكون محدود في منطقة واحدة يكون في منطقة في أكثر من منطقة، والطاقة الشمسية متوفرة في المملكة من كل أنحاء المملكة. فلذلك إذا حتى بالنسبة للمناطق خبر السواحل والمناطق النائية يكون فيها الطاقة الشمسية، استعمالها يوفر حاجتين، يوفر انك ما تنقل وقود ولا تنقل هذا، انما تستعمل التكنولوجيا ولا التقنيه في استعمال الطاقه الشمسيه، وهذا شيء جميل ومهم تطويره والتوسع فيه. لكن النتائج الحقيقيه بعد يعني صارت نتائج مو مؤكده، يعني زي ما تقول تجريبيه ونجحت، ولذلك هم توسعوا في إنشاء أو أكبر محطة تعمل بالطاقة الشمسية. طيب يعني بما أنه رح يكون هناك عملية لتوفير النفط المستخدم بمحطات المياه المحلة مهندس عبد العزيز، هل نتوقع أن يكون هناك استفادة من هذه الكميات وتحويلها لقطاعات أخرى ربما تحتاجها المملكة خلال الفترة المقبلة؟ بالتأكيد إذا ما استعمل الطاقة في التحلية ستستعمل مناطق أخرى في صناعات أخرى، وتنويع الصناعة في المملكة ضروري،
وتنويع مصادر الدخل برضه مهم جدا. ولذلك يعني هذه الكميات اللي تنتج بتغطي الاحتياج وتساعد في تغطية الاحتياج، لكن الاحتياج مستمر وترشيد الاستهلاك هو الحل لتخفيض استهلاك الفرد. الخبير في المياه المهندس عبد العزيز عمر نصيف، مدير عام فرع المؤسسة العامة لتحلية المياه المحلاة بالمنطقة الغربية، كنت معي وشكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقة النفط والطاقة لهذا الأسبوع. يمكنكم دائما مراسلتنا على عنوان البرنامج oil@cnbcarabia.com. هذه تحية مني ومن فريق العمل، إلى اللقاء.